17 مارس 2020 المغرب جمع اكثر من 10 المليار في نهار واحد باش يساهموا في صندوق تدبير جائحه كورونا، من بعد ما اعلنوا اثرياء المغرب بتقديم تبرعات كبيره. ومن بين هاد المساهمين غلقا وعثمان بن جلول، اغنى اغنياء المغرب، ملياردير محنك وصاحب ثروه بلا حدود، واحد من الاشخاص اللي كيتحكموا في الاقتصاد الوطني، من مصنع للخردات في المغرب الى واحد كيتراس امبراطوريه كتمتد الى اعماق افريقيا. منين كنهضروا على عثمان بن جلول كنهضروا على الشخص اللي الثروه ديالو كتساوي 18% من ميزانيه المغرب. فشكون هو وكيفاش دار الثروه وشحال كتبلغ الثروه حاليا؟ المهم الخوت، ما تنساوش تشاركوا في القناه، رحنا غطلبه ونبداو على بركه الله. 1932 تزاد عثمان بن جلول مع عائلة فاسية عريقة، وماشي كأي عائلة، تزاد وسط التجارة والبيزنس. Its roots steeped just as deeply in history is Morocco, and symbolic of the country as a whole is the oldest of the four imperial cities, Fez. بن جلول عائلة عريقة كتمتد الجذور ديالها لأكثر من 400 سنة، البعض كيقول أنهم من أصول عربية شامية، والبعض كيقول أنهم من أصول يهودية، فإلا شفتي مزيان فراها فريكي شبه لعائلة الروتشر. القرن 17، الحاج الخليع بن طالب بن جلول كان من أهم التجار ديال مدينة فاس، وكان هو من الأوائل اللي كيستورد أتاي من الصين وكيقوم بالبيع ديالو في الأسواق المغربية، كان من أعيان مدينة فاس وأيضا قريب من سلاطين الدولة العلوية. الأب ديالو الحاج عياش بن جلول اللي كان من أهم الرواد ديال صناعة النسيج في المغرب، وهكا العائلة ديال بن جلول قدرت دير المكانة ديالها في المغرب، بحيث سنة 1973 عين الحسن الثاني عثمان بن جلول مستشار ليه. عثمان خذا البكالوريا ديالو من الليسي ليوطي، من بعد مشى لسويسرا باش يكمل قرايته، وكان اول مغربي يهاجر للدراسه في سويسرا. غيسالي عثمان دراسته في مدرسه لوزان للفنون التطبيقيه، وغادي يرجع للمغرب خريج البوليتكنيك. كان الطموح ديالو يولي مهندس معماري ويستثمر في العقار والبناء، واختار يرسم طريقه بيده، وخدم مع اخوه عمر بن جلول اللي كان الوكيل الحصري لشركة فولفو السويدية بالمغرب. في الخمسينات هذه الشركة المختصة في قطاع الصناعة وتركيب السيارات والشاحنات خدم معاهم مدة طويلة، وكان من أول رجال الأعمال المغاربي للتعامل تجاريا مع الصين، وكان دار معاهم اتفاق سنة 1970 بحيث أنه كان كيصدر لهم الكميات الفولفو. حبس، ديك الوقيته كانت الصين ماشي بحال دابا، بل كانت افقر من المغرب، والسبب اللي خلى الصين تستورد الكاميونات مع عند عثمان بن جلول وماشي من الشركه السويديه مباشره، هو ان الشركه السويديه كانت تتفرض التعامل مع الصين لانها دوله شيوعيه، وايضا لان عمر بن جلول الاخ ديالو كان هو الوكيل الوحيد والحصري ديالها في المغرب، ما كانش شي حد اخر من غيره عنده الحق يبيع الطوموبيلات والكاميونات ديال هاد الشركه. المؤسسه نجحت بشكل كبير، وقدر النشاط ديالها يغطي تجارة ديال الشركات الدولية. من بعد هذا النجاح الباهر قرر يكمل طريقه بوحده ويستقل براسه بعيد على اخوه، وبالفعل بسبب العقل التجاري اللي عنده قدر يشري حصص من الشركة الملكية للتأمين. تما كانت النهاية ديال الحلم ديالو في انه يولي مهندس والبدء في عالم المغامرين، عالم المقاولات. وصل لحد لدرجة بدا كينافس مجموعة اونا وهدف للسيطرة على قطاع التأمين. اسس امبراطورية كبيرة من بعد مشرى وطنية ار ام ا، اختصار رويال ماروكين داسيرونز، وهي الشركة اللي كانت الملك للعائلة ديالو قبل ما يشريها من عندهم. من بعد غادي يشري معاه شركة الرابطة الإفريقية للتأمين، ومن بعد غادي يستافد من برنامج الخصاصة اللي غادير الدولة، من بعد ما شرى البنك المغربي للتجارة واللي معروف اليوم بي ام سي او بنك. 1959 تاريخ إحداث أول مؤسسة بنكية وطنية بهدف المساهمة في تنمية التجارة الخارجية للبلد. البنك المغربي للتجارة الخارجية هو أيضا أول مؤسسة بنكية تمت خصاصتها سنة 1995، وبعد فوزها بعملية اقتناء جريئة أسندت رئاسة مجلسها الإداري للسيد عثمان بن جلول لتشق طريقها نحو تنمية طوعية ومتواصلة، بحيث أنه كان تأسس سنة 1953 بقيادة الملك محمد الخامس، واللي أصبح سنة 1995 ملك ليه. فاز بالرخصة الثانية للهاتف النقال بالمغرب، بحيث كان أول شخص غادي يصني شيك بقيمة مليار دولار. وي افيك ميدي تيليكوم. أجل، مع ميدي تيليكوم أحدثنا ثورة في الحياة اليومية لجميع المغاربة. سنة 2000 غادي يعلن عن تأسيس مجموعة مالية باسم فينانس، الشركة الأم اللي ولا الاسم ديالها حاليا أو كابيتال جروب، اللي غادي تتحكم في جميع الشركات ديالو في مختلف القطاعات بحال بي ام سي او بانك، ساتيا، سلافين، ار ام ا، ميديتيل وبزاف. عثمان بن جلول كيملك حاليا 100% من اسهم شركة بي ام سي او بانك، واللي كيبلغ راس المال ديالها 220 مليار دولار.
واللي كيشرف عليها مع مراته. بس رجع شوية للور. سنة 1960 عثمان بن جلون غيتزوج بليلى أمزيان، وهي ابنة المارشال الريفي محمد أمزيان، اللي كتعتبروا الروايات أنه كان عنده ضعف قمع انتفاضة الريف. ليلى تزادت في إسبانيا وتخرجت طبيبة عيون من كلية الطب في مدريد. حاليا عندهم جوج الأولاد، كمال اللي هو عالم أنثروبولوجي اللي كيهتم بدراسة الإنسان في المجتمعات، ودنيا اللي اختارت مجال السينما وإخراج البرامج الوثائقية. عثمان بن جلون كيملك 67% من الشركة الوطنية للتأمين، 75% من شركة القروض سلافين، 51% من شركة الساتيان، 45% من شركة الخطوط الجوية للطيران، وأيضا كان كيملك 65% من شركة حانوتي اللي أعلنت الإفلاس ديالها سنة 2011، 25% من قناة ميديان تيفي، وأيضا حصة كبيرة من أسهم قناة دوزين. وفي المجال ديالو قام عثمان بن جلون سنة 2018 ببناء برج محمد السادس، أطول البرج في المغرب وأيضا في القارة الإفريقية، واللي كيتكون من 46 طابق بعلو اكثر من 250 متر تحت اشراف الملك محمد السادس. تصميم هذا البرج كيسبب الصاروخ بعثة ابولو 11. كيف كنعرف عثمان بن جلون كان عنده اصدقاء؟ لان بكامل السبب المتان ديالو كان رجل اعمال، ومن بينه كان رئيس وكالة الامريكية لناسا السيد توماس دين اونوكو بنرون، اللي كان هو الرئيس المسؤول عن برنامج ابولو. وبسبب هادشي غادي يعيدو عثمان بن جلون باش يحضر عملية إطلاق وهمة أبولو 11 سنة 1962، وتبع في الغالية البارة من قوة الصاروخ ساتورن في، وهادي الحادث غادي يبقى على سقلية الذاكرة ديالو إلى غاية سنة 2016، فاش غادي يتكلف بناء والاستثمار في برج محمد السادس. عثمان بن جلون عنده شركات في أكثر من 131 دولة، وصنع إمبراطورية ضخمة كتمتد من المغرب إلى أعماق إفريقيا. ومن 2013 هو متربع على أغنى شخص في العالم في المغرب، بحيث أنه في سنة 2016 نشرت مجلة فوربس أنه أغنى شخص في المغرب، حتى زاحمو عزيز أخنوش اللي كيحتل حاليا المرتبة 13 في أغنياء إفريقيا. حاليا الثروة ديال عثمان بن جلون كتقدر ب 1.4 مليار دولار، ومازال عاطي يعطي، بحيث كيقول أنه ما غاديش يتقاعد. It is here, an hour from the ancient imperial cities of Fez and Meknes, where Othman Ben Jelloun likes to recharge. بحيث أنه بعيد عن عالم البيزنس، عثمان بن جلون مهووس بتربية الخيل، خصوصا الفرس ديالو محاسن اللي فاز شحال من مرة مسابقات الجمال، وأيضا فازت بملكة جمال الخيول بفرنسا. المهم هذه كانت قصة ديال واحد من أغنى أغنياء المغرب، فما تسد ترشي لايك وش كومنتير. لا صافي سيري بحالك.